هذا البرنامج مودع لدى المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف منذ سنة 2019. كل برنامج قدم في هذه الفترة هو مستنسخ عنه. برنامج ريحة البلاد يهدف إلى تثمين التراث المادي واللامادي وبعث الروح في كل ما تسخر به بلادنا من ثراء، ولخلق ثقافة سياحية لدى الناس وثقافة انتماء لتونس. مريم بن حسين. تقع ولاية المنستير في الوسط الشرقي للجمهورية التونسية على الشريط الساحلي، وتحدها كل من ولاية سوسة والمهدية. يبعد مركز الولاية حوالي 162 كيلومتر على تونس العاصمة، وتتميز ببحر ياقوتي وبحصن الرباط، وتتألف من 7 جزر اللي هما جزيرة قوريا الكبرى والصغرى، الميدة الكبرى والصغرى، وجزيرة الوسطانية، وجزيرة الغديمسي، وجزيرة الحمام. ونراو قصر الجعد اللي أطلاله قائمة بهذا الموقع. زرنا للكوريات مع كريم الزاقية وأحمد السوقي، وحكينا على رؤية الحفاظ على شريط الساحلي وسلحفة البحرية. بتنا في ميزون دو دار بنتي، وزرنا سيدي الميزري، واستمتعنا بالإنشاد الصوفي متاع أغاني الجهة، وعرفنا البلاصة الأصلية متاع مونستيريوم، شموخ قصر الرباط، والجامع الكبير، وكسكسي الشركة واللي ما تنجم تذوقه كان في المونستير. وبالطبيعة بما أنه الحلقة تتزامن مع عيد الجمهورية، زرنا زعيم بورقيبة قبل الجمهورية التونسية، وقرينا الفاتحة على روحه، واسترجعنا أهم مقال في خطاباته وقتها لبناء الدولة الحديثة وللتاريخ قاعد يذكرها. مرحبا بكم في المستير. رايحة في البحرية في البحر الأبيض المتوسط بين جزيرتين اللي هما قوريا الكبرى وقوريا الصغرى. واحدة تبلغ مساحتها حوالي 270 هكتار، والثانية 70 هكتار، واللي هما بعد 18 كيلومتر على مدينة المستير. 53 هما عدد الأعضاء والمتطوعين في الجمعية اللي شاركوا في متابعة تعشيش السلاح في البحرية عام 2020، ومعظمهم يتراوح عمرهم بين 15 و 18 سنة. قضوا أكثر من 70 ليلة في متابعة وحماية أعشاش السلاحف البحرية في جمعية أزرقنا الكبير. 44 هو عدد أعشاش السلاحف البحرية الموسم التعشيش، 17 عش في قوريا الصغرى و27 في قوريا الكبرى، و15 هو عدد إناث السلاحف البحرية اللي وقع ترقيمها أثناء وضع البيض الموسم التعشيش لسنة 2020. 2719 هو عدد صغار السلاحف البحرية ضخمة الرأس اللي خرجوا من الأعشاش ووصلوا بأمان للبحر، وهو العدد الأعلى خلال السنوات الأربعة الفارطة. نحن توا في جزيرة كوريات باش نعرفوا أكثر تفاصيل على هذا الكل.
جزيرة قوريا الصغيرة اللي احنا فيها اليوم كانت تسمى جزيرة كونيغليرا، جزيرة الأرانب، 70 هكتار من المساحة، منظومة إيكولوجية ومنظومة سياحية مهمة برشا في تونس، فيها برشا خصوصيات كي نعرفوا ونبسطوا للناس شمعتها منظومة إيكولوجية. هي برشا كائنات تعيش مع بعضها في سان سيستام انسولير، يعني في نظام تاع جزيرة يعيشوا في تناغم مع بعضهم، وهيك علاش يلزم يكون فما إنشان كاملة ومتكاملة، ويلزم الحفاظ عليها باش تخدم الكائنات الكل الفونكسيون باش تضمن التوازن متاع المنظومة البيئية هذه. هيك علاش ناس كل هنا في الجزيرة من جمعية أزرقون الكبير، من وكالة حماية الشريط الساحلي، من طلبة، ناس كل من بعضها يلزم نحافظوا على المنظومة البيئية هذه. نعطي مثال، في قبل كان فما تواجد كبير للجرابة اللي نعرفوها، ما احنا وصلوا عن طريق الفليك بتاعنا، وصلوا للجزيرة وتم اكتساحها، هبطوا لهنا رزموا فقنا بهم، والعدد متاعهم كبير برشا، قمنا بالتنسيق مع الأطراف الكل وقضينا عليهم. أكثر من 10,000 جربوع كان يعيشوا معنا على الجزيرة، لقينا عامل ضرر كبير اللي هو يأكل صغار الأرانب، ياكل يحفر على العشوش متاع الفكارن، كان ياكل الحشيش، معناتها ما خلى معمل في الجزيرة. ولاحظنا اللي فما مشاكل كبيرة صارت، وفما توازن صار اختلال في التوازن هذا. هيك علاش كي تنحى توا قاعدين نتبعوا في الجزيرة من بعد، والتنوع اللي قاعد يرجع ويتعافى بشوية بشوية كي تنحي منه الكائنات. تعافي على 5 سنين بدأت نتائج وتظهر من خلال عدد العصافر اللي تجي، أكثر من 71 نوع قاعد يجي على الجزيرة بتاعنا. فما برشا أنواع كانت ما كانتش تبيض، رجعت ولا تبيض على الجزيرة. عدد العشوش متاع الفكارن زاد، عدد الفكارن الصغار اللي قاعدة ترجع للبحر زاد، حتى الفيجيتاسيون، حتى معناتها النباتات الموجودة على الجزيرة ارتفعت وزادت. فما ناس قاعدة تخدم ليل ونهار، فما ناس قاعدة تستحفظ، فما ناس قاعدة تحسف الكائنات تحمي فيها. هيك علاش كي تجيو على الجزيرة يلزمنا مع بعضنا الناس كل نستحفظوا، ما لوحوش البلاستيك، راهو قاعد يقتل برشا في السلحفات البحرية، البلاستيك قاعد الحوت كيف كيف قاعد يموت بيه. يلزمنا كي نجيو للجزيرة والمكان نهزوا الوسخ متاعنا ما نخليوش. هيك علاش هذه راهي قد ما هي ثرية، قد ما هي محلاه ومزيانة وربي عطاها هنا، يلزمنا نستحفظوا عليها الناس كل مع بعضنا، وما نخليوهاش للوسخ، وما نخليوهاش باش نحافظوا عليها لصغارنا لوليداتنا، باش نلقاو برشا حاجات نوريوها لهم، برشا حاجات ما نقولوا لهمش كان قبل كان عنا. نشوف احمد في التورتو نينجا، الفكره هذه نتاع ندخل غومبلو، والله لي تورتو نينجا حطيناهم، هما معروفين تورتو نينجا، الناس كل تحبهم، قراب برشا شخصيات من الكبار ومن الصغار، خاطر توا عاودوا الوحده نتاع البث نتاعهم. قلنا علاش ما نعملوش تورتو نينجا، هما الحراس نتاع الجزيره، باش نرجعوا لك الاربع شخصيات اللي نعرفوهم، مايكل انجلو وكل، وكل واحد يعدي ميساج ويعس معنا الجزيرة، ميساج سيمبوليك، منها صغار تتصور بحذاه ومنها تحمي. الكرياسيون متاع الجمعية كونه هو التورتونيجا الشخصية هي متاع تورتو متاع بر، احنا زدناه الفورمة متاع تورتو بحر مخلطة شوية. الفاكرونة هذه تبيض من اخر ماي حتى الأوت، احنا على طول البريود هذيك نقسمر، واحنا جروبات ديما بيتين لهنا نعصوا على الفاكرونة هذه، نخدموا على قرية صغيرة لهناك، نجمو نخدموا جروب دو جروب دو بيرسون. في قرية الكبيرة خاطر هي أكبر تتطلب 3 جروب. الخدمة متاعنا تبدأ من 9 متاع الليل حتى تطلع الشمس، خاطر الوقت هذاك هو اللي تطلع فيه الفاكرونة. نبقاو على طول الشط، نبدأ ونمشيو نرتاح وناخذ بوز متاع نصف ساعة، خاطر هي التورتو كي تخرج تعشش تبقى حتى ساعة ساعة ونص. دونك احنا نحاولوا ديما باش نفيقوا بالسلاحف اللي خرجت الكل، ندوروا لعملوا الباتروي متاعنا، نتبعوا التراس وإلا التورتو كيف تخرج. أول ما نشوفوها هي خرجت وإلا التراس متاعها يلزمنا نحبسوا في بلاستنا، ما نعملوا حتى حركة خطر التورتو هذه باش تخاف. زادة ما يلزمناش نشعلوا أي حاجة ضوء وإلا النار، لبستنا في الليل تبدأ غامقة، خطر الفاكرونة هذه معناها أي حاجة تقلقها تنجم ترجع للبحر ما تحطش العظام متاعها. كيف نشوفوها هي خارجه نحبسوا في بلاصتنا، نخلوها تختار البلاصه. البلاصه كيفاش تختار؟ هي العش نتاعها تحطه كيما هذا، تحفر حفره 70 سنتيمتر تقريبا. يلزم التكستور نتاع السابل خاطر هي في الليدون، يلزم ما فماش اكلي راسين نتاع الاعشاب والا ما فماش بوزيدونيا، ما هوش مبلول. تحفر الحفره نتاعها وتحط العظام نتاعها، العظام من 80 حتى 120 عظمه، تنجم اقل تنجم اكثر. العظام هذوكم يبقاو من 50 حتى 60 يوم، وبعد نرجعوا لهم باش يخرجوا لي بيبي تورتو.
في الليل كيف نقوموا التعشيش نتاعها هذوما تصاور نتاع فكرونا حطت العظام نتاعها في الليل. شنو نعملوا احنا في الليل؟ خاطر هي خدمتنا مش كان تتبع خاطر باش نحميوا العش نتاعها، ناخذوا زادة القياسات نتاع الطول والعرض خاطر هذه باش يبقى في الباز دو دوني. دونك تورتيو كيف تخرج نخلوها تحط العظمات نتاعها، ومن بعد كيف تجي رجع للبحر نشدوها نقيسوا الطول والعرض نتاعها نسميوها باسم، ومن بعد باش نماركيوها بالمارك هذا. المارك هذا شنو هو؟ عباره على بطاقه تعريف نتاع السلحفات البحريه، نحطوه في النجوار نتاعها مكتوب فيه تي ان ونيميرو، ومن تالي فيه الينستيام اللي هو السنتر موجود في تونس. دونك الفاكرونة هذه خطرها تبيض عنا أما تبقى تعوم في البحورات متاعنا الكل. دونك تنجم تتشد في اليونان في إيطاليا في تركيا، كيف يعرفوه أني جاية من تونس يتصلوا بها بالسنتر هذا الموجود في تونس، يعطيهم النيميرو متاع بطاقة تعريف متاعها ويعرفوا وقتش تشدت كيفاش الطول وعرض متاعها واسمها وكل شيء. كيف كيف احنا في الصباح تنجم تورتي تخرج معناها نبداو خطر نو ولا معناها طقس با مانيش موجودين لهنا، نتبعوها بالتراس نتاعها. التراس نتاعها هو يبقى باين هكا كيما العجله نتاع التراكتور، هذا الكاراباس نتاعها والنجوار دونك يبدا باين. نبقاو نتبعوا العش نتاعها كيف كيف زاد كيفاش نعرفوه العش وين بالضبط. هي كي تحفر الحفره نتاعها تعمل كي الكاموفلاج باش تخبي العش. دونك هو بلاصه تبدا محفره والكل هالمر رمل معناها مخبي تخبي العش باش ما يبانش وين بالضبط. دونك احنا كيف نتبعوا التراس نعرفوا البلاصه فما رمل متحرك غادي كل شيء بالقصبه. فما يلزم واحد اكسبير مش الناس الكل تنجم تعملها خاطر يتكسروا العظمات، تبدا تحط في اللوحه بشويه حتى يرخ بك الرمل. كيف يرخي بك الرمل تعرف انه العش غادي. جميع الانشطه لنا نقوم بها بالشراكه مع بعضنا جمعيه ازرق هنا الكبير وكالة حماية تهيئة شريط ساحلي. دونك في النهار نستقبلوا العباد اللي موجودين لنا، بعد ما يعديوا نهير مزيان في شطوط كوريا، نفس الشطوط هذية نفس الكيب اللي تعمل سنسيبيليزاسيون في النهار مع العباد تستقبل السلحفات البحرية. دونك الكيب تجي لنا تعدي سيزون كاملة في السيف وين يصير سويفي متاع الفكرونة كسوا من اللول لوغ وقت اللي تخرج وتجي وتعشش، كسوا بعد وقت اللي يخرجوا الصغار اللي ببيت اختي متاعنا ونتبعهم لين يرجعوا للبحر متاعهم. كما ريتوا إضافة للدور الهام اللي تلعبوا من حيث التنوع البيولوجي وبحرها اللازورتي ورمالها الذهبية، تتنوع فيها الأنشطة اللي تخلي أي شخص يستمتع بيومه. بحث باب الغربي في المدينة العتيقة فما الميزون دوت هذية دار بنتي، هي لا سول ميزون دوت في المونستير. المكان هذا يرجع لسنة 1890، وفي سنة 1957 ولا دار عتيقة من الشواهد المعمارية على روعة بنية. المهندس المختص في فن العمارة وبنته سارة اللي خذت منه الحب هذا وولد زيدة مهندسة معمارية، ساهموا الزوز في ترميمها برؤية فنية متميزة، وتكريماً منه لها سميها دار بنتي. خذي منهم الإنجاز هذا 8 سنين، الوقت اللي فتشوا فيه على الحرفيين الأصليين في الزليز والنقش واللوح وكل التفاصيل الجمالية باش تطلع التحفة الفنية هذية. استقبلونا وعدينا الليلة بحثهم. عدينا الليلة في دار بنتي، توا 4:30 متاع الصباح وقت سوان كوتيديان اس في ار، باش نحضر روحي ونمشيو نستقبلو شروق الشمس في المونستير.
هكا الصباح يبدأ بشوية بشوية، شعاعات الشمس الطل إشراقة تبعث الضوء في كل مكان. عالم تونسي رفرف من فوق رباط المنستير. جمال الصباح مش في شروق الشمس كهو، في شكر الله أصبحنا وأصبح الملك لله. الشمس تشرق في السماء، أما لازمها تشرق في كل نفس، وإن شاء الله ترجع تشرق في تونس اللي نحبوها. هكا برشا ناس يفيقوا في المستير، يقوموا يحلوا عينيهم ويمشوا ديركت للبحر. ورجعنا لدرب انتي باش ناخذوا البتي دجني اللي حضروه لنا بكل محبة، وبيدين سارة اللي حرصت انه هي تقوم معانا مع لوفيت سولي وتحضر لنا بتي دجني مع كويزين تراديسيونيل بيديها، ورفقتنا هي وسي عبد الرزاق في قهوة الصباح وفي حديث ودرت شحلوة ياسر حنين حكايات على المستير. مولان دور حكاية بنا. سيدي المازري هو أصيل مدزارة الموجودة بجزيرة صقلية. تولد بالمهدية في سنة 453 هجري وتوفى سنة 536 الموافقة 1141 ميلادي، وتم نقل جثمانه في اليوم الموالي لوفاته بقارب من المهدية للمنستير. وين تدفن؟ في المنستير، على خاطر العادة وقتها دفن العلماء والصالحين في المنستير. تدفن في مرحلة أولى بالمنستير بالمقبرة البحرية غير بعيدة على شاطئ البحر الصخري، ونظراً للمد البحري اللي عرفوا الشاطئ تم نقل قبره سنة 1176 هجري الموافق 1765 ميلادي الموضوع الحالي. أبي عبد الله محمد ابن علي ابن عمر التميمي المازري اللي تجدد على يديه مدرسة الفقه المالكي بعد انقراضها من القيروان، كان معروف بعلمه وورعه. زرناه، قريت الفاتحة وشعلت شمعة كالعادة، دعوة لتونس حافظ من الوباء والأعداء وكل الشرور. النية متاعها كي يحطوا شوية حنة حطي؟ ايوه شوية برشا فيك على البركة، نقولوا على البركة وبركة. هذيك تقاليدنا، الحلوى الحنة الشمع البخور ما شاء الله، هذوك ما تقاليد الأولياء الله الصالحين بصفة عامة. ترجع لنا في الخير إن شاء الله بحول الله. سألتك ما تخلي بيا يا يا ربي. فرحوا بنا رجالات المنستير، وفي مقام سيدي المازري كانوا حاضرين. هذه حضرة المنستير بقيادة الشيخ صلاح الطيف واسمها سلامية المحجوب. غنوا الأناشيد الصوفية لمدينة المنستير كما سيدي المازري وباي منصور، واكتشفنا اللي فما أغنية مريم زيدا يتغنيوا ديما بها، هذيك علاش حرصوا إنهم يغنيوا هيلنا أغنية مريومة يا للا التايبة. بالمناسبة جاتني الفكرة هذه وحبيت نقول الكلمة هذه، هبيت الشعر هذه، وشنا هذه هالك اللي كنتي والنسمة
يا ريح سلطان الرياح حبتش عليك فلانة درجاحة الخرص الضباح مريومة يا مزيانة في كل مشية تزيد تملاح في كل رنة تزيد خانة مكثر خيرك مع الأحباب ومحلى نسمة في المستير ومريم فرحانة بالثقافة والتراث وربي يحيي تونس. يا رب العايش.
أميرة حكيت لي اللي من التقاليد المستيرية اللي الفتيات يجوا يحطوا نهار الخميس باكو سكر يستبيختوا بيه، دعوات بظهر الغيب لتونس توصل للسماء. تسمية المنستير خصيصاً جات لكثرة المعابد اللي انتشرت في ربوع المدينة من برها لبحرها. هذه أصل البلاد وكانت تسمى روسبينا، 150 متر فوق البحر لين توصل جزيرة الغديمسي، وتتسمى ربوة هنشيرة النير، وولت ملعب الصولجين في سنة 1988. بما أنه المنستير كانت مهدة بزلازل، كان فما حجر خاص كما تشوفوا فيه، نوعية كما النشاف حتى تقي المدينة من الرشاد، والهندسة المعمارية هذه تنم على خبرة باش نجم المعمار يشد فيها آلاف السنين. أمام الربوة هذه قدامي طريق خنيس المهدية وطريق صفاقس، ومعايا سي حسين بالحاج يوسف باش يحكي لنا أكثر على حكاية روسبينا. المنطقة هذه غرب مدينة المنستير، معناها المستير الشرقي المكان هذا، هذه معروفة بهضبة هنشير التنير، وهنشير التنير أصل مدينة المنستير الأولاد من بعد منستير يوم، الأصل متاعها روسبينا، كان هي روسبينا، وروسبينا معناها رأس الزاوية. وهنا فما أثار رومانية فيها أتلفة ولا أراضي سياحية وغيرها، وأراضي رياضية كما الجولف، وتبقات هاي تشوفهم ممشى فيها الفوسيفوسا، فيها حمام روماني، ومن هنا انطلقت روسبينا للقديمة. القديمة هي المقر متاع قصر المرمر، تو كانت يقولوا لها القديمة، البلاد علاش قديمة؟ ففيها بني مغمور تحت الماء تقريب 100 متر ولا 150 متر، فما حيوط مبنين إلى يوم الناس هذا، وين بحر بورقيبة وين القدام شوية. القديمة هذه في ما فماش حاجة كبيرة ياسر، لقوا فيها مقبرة تو مدة 3 سنين 4 سنين من العهد القديم البيزنطي، من العهد هذا. ومن غادي مشاو لمدينة المنستير، وين يمشي؟ يمشيو لجزيرة الغدامسي. جزيرة الغدامسي فيها آثار رومانية، شكون القصر فما ابن الجعد بني قصر فوق آثار رومانية، والجزيرة هذه فيها تقريب الآثار اللي مرت مدينة المنستير كلها. فما حوانيت، الحوانيت هي المقابر اللي كانت موجودة في العهد البوني. فما جزيرة الأحمام وراها غادي، فيها أثار أخرى تقريبا 20,000 سنة، والمنطقة هذه اللي احنا فيها روسبينا 30,000 سنة التالي، تصور. ومرة تعدات على القراعية، برشا ناس ما يعرفوش كلمة قراعية، قارة آية، قارة معناها الكحلة أو السودة، وآية معناها الفاضلة السيدة للا الكحلية ولات، وفيها حديث كبير ياسر من غادي في مدينة المنستير من القراعية حتى توصل للغدير، الكل أثار رومانية وبيزنطية وبعد ولت إسلامية إلى يوم الناس هذا. أول رئيس للجمهورية التونسية الحبيب بورقيبة أو الزعيم أو المجاهد الأكبر وسيد الأسياد، ألقبه كثيرة، لكن أهمها أنه أكثر الشخصيات العربية حنكة وذكاء ودراية. كل كلام يذكر تاريخ تونس بأحرف من نور، لذا في عيد الجمهورية بكل نزاهة فكرية نسترجع حس القيادي، كأننا نستمع لرجع صدى صوته. ويلزمنا باش نجمو نسيرو باش ننجحو وننتصرو ننظر للأمور على الأساس متاعها في الجوهر لا في الظاهر. فوق مسرح الحياة في تونس كانت تونس وتحل أخرى، كان المرور متاعي مش خلي أثر متاعه مئات سنين. تنساش لأن محتاجين للاستقرار والاستمرار، أن يعرفوني إنسان جدي ومخلص وشجاع واحد ومفكر، ننظر بعيد ونقيم العتاب ونقبل الحلول المنقوصة باش نجم نعديها
أن مسؤولية تونس ومستقبل تونس وحظ تونس في هذه الدنيا المسؤول عليه هو الشعب. إذا كان بورقيبة مات فإن الفكر البورقيبي لن يموت. هذا القصر تاريخيا يتسمى قصر سقانس أو قصر المرمر، بما أنه يحتوي على نوع خاص من الرخام، وهو تبنى بهدايا من العالم احتفاء باستقلال تونس وتقديرا لزعيم الحبيب بورقيبة. هذه قاعة جلوس مغربية كانت هدية من الحسن الثاني، بعث حرفيين مغاربة باش يصموها خصيصا لقصر المرمر. وهذه سيارة رئاسية. هوني كانت تقام العديد من الحفلات والمناسبات الرسمية والغير رسمية. هوني أقيمت حفلة عبد الحليم حافظ، وكانت تقام حفلات عيد الجمهورية من سنة 62 إلى سنة 87. القصر هذا يتكون من ثلاث طوابق: غرفة زعيم الحبيب بورقيبة، وغرفة وسيلة بورقيبة، وغرفة ابنتهما بالتبني هاجر بورقيبة، وغرفة التمريض، وقاعة الاستقبال الرئيسية، وقاعة المجالس الوزارية، وقاعة الأكل. كما تروا كلهم مريقم. بورقيبة كان يشجع على كل شيء تونسي. هذا مرقوم قفصة صمو الأمين دبيبي. مرقوم يرمز للفلاحة والصناعة، والمرقوم الثاني يرمز للصيد البحري. قاعة أندري لولو خصصت لعقد المجالس الوزارية وإقامة المآدب. نراو قطع أثرية، تابلو متاع قرقنة مثلاً، هذا مكتب المقابلات، وهذا مكتب العمل، هذه مجلة بلادي في الذكرى 30 لعيد الجمهورية. على مكتبه ليماج دو لا فام دون لا سوسيتي تونيزيان، على خاطر طول عمره كان يمن بحرية المرأة واللي لازمه ينتشلها من براثن الرجعية، وهذا أحد أهم روافد الفكر البورقيبي. هذا مجسم الأول باخرة عسكرية تونسية واسمها 20 مارس، وهذا كيس كريستال هديه اللي وقع وثيقة الاستقلال مانديس فرانس في 20 مارس 54. هذه تحفة بنيقية لقاوها وقت اللي حفروا وأسوا القصر، وهذا مرجان تبرقة، وهذا كتاب ذهبي عنده يمكن بضع النسخ اللي ميتي هديه رونالد ريغن على حياته لزعيم بورقيبة. خريطة تونس وسط خريطة العالم، هذه خريطة تونس القديمة كانت أمام بورقيبة وقت اللي يبدأ في مكتبه. مسيرة ملهمة في الانتماء للوطن وللتراب والأرض التونسية. هذا مجسم السفينة مشى فيها بورقيبة من جزيرة قرقنة للتعريف بالقضية التونسية وتعبئة الرأي العالمي لصالح استقلال تونس في 20 مارس 1945. أسس هرثمة بن الأعين ولي الخليفة هارون الرشيد الرباط الكبير بالمنستير سنة 796 ميلادي 180 هجري. ولا رباط المنستير أكثر المعالم الدفاعية ضخامة فضل التوسعات والتحصينات اللي أدخلت عليه في القرن 15 والقرن 18، وسكنوه المرابطون وهما متطوعون لخدمة الرباط. ويعتبر رباط المنستير أبرز معلم إسلامي في المدينة وأقدم حصن في المغرب العربي.
ومنو نراو ملامح جزيرتي سيدي الغدامسي نسبة لمدينة غدامس الليبية والوسطانية، وزادكه في المنستير التاريخية اللي تعود لأكثر من 3000 سنة، واللي هي منحوتة في مدافن تعبر باسم حوانيت في صخور مختلف الجزر الوسطانية والغدامسي والميدا. ويشرف برج المراقبة فيه اللي يبلغ علو 20 متر على ساحة الرباط اللي تحيط بها حجرات من 3 جهات. في قمة هذا البرج اللي يراو منه كورنيش المنستير. الجامع الكبير يطل على البحر ويقع أمام رباط المنستير، ويتميز باعتدال الوجهات الخارجية العالية المبنية من الحجر، ومازال يحافظ على طابعه العربي القديم. في الجامع هذا تغيب القبة أمام المحراب، وهذا أمر استثنائي في العمارة الدينية. هو من أقدم المساجد في الساحل، تحفة فنية ومعمارية وكنز تونسي بامتياز، يحتوي على فنون العمارة والزخرفة، ويعود تأسيس النوات الأولى السيدة بنت المنصور بن يوسف الصنهاشي، والدها صاحب إفريقية وأخيها بديس ولي العهد. يذكر التاريخ أنه أم ملال حكمت إفريقية بعد وفاة أخيها بديس في المغرب الأوسط، واستمرت على هذية حتى بلغ المعز بن بديس سن الرش وتأهل لاستلام أزمة الملك. وقت اللي يختم الله أنفاسها ادفنت في مقبرة أمراء صنهاجة المعروفة بمقبرة السيدة نسبة لها بحض الرباط الكبير. هذا شاطئ القراعية، الكلمة هذه جذورها تركية كارا أيا، وتعني الراهبة السوداء. أكثر شط ينطلق منه صيادين لصيد سمك الشركاو المتنقل في أسراب ضخمة العدد والساكن بين الصخور والمغارات البحرية في شاطئ القراعية. الشركاو حوت صغير طوله تقريب 4 سنتيمترات، أما هو يطيبوه بالكسكسي، وهي أكلة رئيسية تقليدية لسكان المنستير. نشوفوا طريقة تحضيره. Les saveurs du terroir, Mara Lépidor. اليوم كسكسي بالشركاو اللي هو معروفة به مدينة المنستير الوحيدة. المكونات متاعه ماشي تكون عن الكسكسي، الشركاو الساعة اللي هو هذا تنوري كيفاش يتغسل الشركاو هذا، الخضرة متاعه اللي هو بطاطا وقرع فلفل وبصل، طماطم حكة، طماطم معجونة شوية، طماطم كعب خضرة شوية، بصل، فلفل أحمر، فلفل دياري معناها، ملح، شوية كركم للفطاير متاع الشركاو، وفلفل أكحل، الفيحة متاعه وحدها فلفل أكحل كاو. الشركاو ناخذه اللي هو الشركاو أنا خذيت شوية معناها، نحطه عليه الملح الأحرش، ونبدأ نكسكسو فيه هكا. نكسكسو ولا نعملو هكا، نلاحظوا اللي القشرة متاعو الكل تقعد في اليد تتنحى، قشرته تتنحى. بعد ما تنتحى قشرته نغسلوه، ومن بعد ايش بعد ما نغسلوه شنو نعملو؟ ناخذو بالكعبة بالكعبة ونفصلو الراس وحده والكعبة وحدها، نفصلوها
بالكعبة بالكعبة ونعدي أصبعنا هكا على الكعبة فماشي شوية قشور نفصل الرأس حتى فينك نكملوا الشركاوي اللي عنا الكل. بعد ما غسلناه هذا الشركاوي نظيف وهذا الروس نتاعو نحطوه في كومبريس كيف هكا نسقطوها في المرق من بعد في الصوص نتاع الكوسكسي وهذا يتخلط به معدنوس وبصل ويتفوح شوية فلفل أكحل وفلفل أحمر ويتخلط الكل ويتفور تحت الكوسكسي. يتخلط قرص قرص؟ لا هذا مش قرص قرص هذا يتخلط بالطريقة هذه. هلا هلا هذه باش نحطوها في المرق وهذا نحطوا له شويه فلفل احمر نتاعو شويه فلفل احمر الملح ما نحطوش برشا شويه ولا بريسك ما نحطوش علاش خاطر هو مغسول بالملح دوبه وشويه فلفل اكحل وشويه زيت زيتون بعد ايش نفوحوا هكا هكا هو نحطوه هو في الكسكاس بعد ما نقليوا البصله ونقليوا الفلفل ونحطوا طماطمنا ونفوحوا الكل نحطوا الكسكاس هو يفور واحنا نحطوا الشركاوي نتاعنا وناخذوا شويه قبل اللي ياخذوا تيلو هما احنا توا ما عندناش تيلو ناخذوا شويه كومبريس نحطوها فوق الشركاوي وبعدش نكسكسوا الكسكسي نتاعنا ونحطوه فوقه باش كيف نقلبوا يبدا الشركاوي وحده والكسكسي وحده هذيل وفما كميه نتاع شركاوي ونعملوها الفطاير الفطاير اللي هي هذه هذه اللي نعملوا بها الفطاير الشركاوي هو بيدو بيه الفطاير ناخذ الشركاو بصل مفروم جويد معدنوس عظمه وغير فتين فرينه وشويه فلفل اكحل وشويه كركم في هذايا وشويه ملح وهذايا نعملوه نقلوه فطاير 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 نخليه في الميلا طيب الكسكسي ان شاء الله ان شاء الله حضر الكسكسي بالشركاو من يدين الحبيبة عيسى وسي المزري عيسى باش يحكي لنا على التراث المادي للماكلة المستيرية الشركاو هذا من الحوت الأبيض مش من الحوت الأزرق يعني فامي بلون ونلقوه في كامل البحر الأبيض المتوسط نلقاوه إسبانيا إيطاليا فرنسا وكذا مي المسير الوحيدة لا تختص به ساعات تلقاهاتي بالزرقية ساعات تلقاهاتي بالبيضية نعرفوا على شاطئ المنسير كل 80% شاطئ صخري يعني من نبداو من حتى من المنطقة الصناعية احنا نقولوا حتى للسواني يعني كله حجر وين يعيش شكل عاتي بالزرقية والآخر كل في المنطقة الصحية يعني حوت أبيض الأسطورة نتاع الشركة وهذه اللي هو ناسك قبل معناتها في مدينة المنسير عنده بنته مزيانة برشا هو لاباس به يحب يزوجها لحد يسك معناتها المسير المعروفة لكل معناتها أهالي المنسير قبل كلهم صيادة داير عنا باب بريقشة معروفة اللي كان حكوا لك عليه اللي هو كانوا قبل يبيعوا فيه البرقاش اللي هو نوع زاد من السمك نرجعك الناس كهذا حب يزوج بنته يزوج بنته لي أكثر صياد يجيب له أكثر عدد من الأسماك الناس كل جاب سيكان كبار وكذا شكون عرس بالبنية ذي هو واحد جاب له ساشية صغيرة معناتها فهمتني قالوا جبت له كمية حوتة حوتة كي جيوا حلوا في ساشية يلقوا فيها أكس الشركة اللي هو معناتها ذكى صياد هذا نتاعنا اللي هو خذي الشركة وصغير قالوا يحسبوا فيه عدد الأسماك يبقى هو أكثر عدد وهو معناته تزوج بنت الناس كذا أكيد نشموك الريحة المستيرية يعني الريحة الماكلة الفاوحة المستيرية شفنا كسي بالشركاو طيب منجموش تمشي مبحذانه وما نذوقوكش كسي بالسماسم هذا كسي بالسماسم يعملوا ديما العروس نهارة الحمام متاعه يعني تقى ياخذ عجل يعمل الفرح متاعه في الليل يذبح العجل متاعه من غدوة يمشي هو العراس متاعه وإحنا نقوله للحمام أما ليه هم اللي طيبوا له كسي بالسماسم شنو سبيسيال
فيه هذا العتيب كسكسي بالتابل والثوم. نعرفوا الثوم يتي برشا في الحوت في المكرونه، هذا الوحيد البلا اللي نحطوا فيه ثوم في الكسكس، طريقه مزيانه برشا يعرف السر نتاعها. ها كوشي المراه المستيريه ما فيش خضره ما فيش حمص ما فيش جيس على استقال كسكسي بالصماص بخاطر الصمصومه اللحمه معنا اللحمه توزن 250 غرام كيلو يطيح لنا اربع لحمات هذاك وجرين فلفل حاجه مزيانه برشا. وديتك زاده حار بيان سير الرجال هي اكثر حاجه وديتك زاده حوت ملح هذا نعملوه في العيد الصغير ناخذ الحوت وخاصة الحوت الأزرق قبل الجمعة نملحوه يعني قبل كيفاش كنا نملحوه الحوت ناخذ كعبة الحوت نحطوه في القلقاف نتاع السمان ونعلقوها كعبة الحوت مع برشا ملح أكل الأحرش علاش باش يقتل لنا الميكروبات وتقعد تستقطر تنحي فك الدم نتاعها كعبة الحوت بون تو نحطوه في الكونجيلاتير. نهار العيد معناتها نهار العيد اش تعمل المرأة؟ الراجل يمشي للجامعة ويحضر كالعادة حق الملح نتاعو يجي في الدار مع البيتي جيني هذاك يتاكله مع البقلاوه ومع مع الفطور الصباح يتحط له كل الحوت هذاك اللي يتفور مع برشا زبيب وبرشا البصل اكل الاحمر. علاش اكل البصل الاحمر؟ نحطوا له خاطر هو ديجا فيه نوع نتاع السكر برشا فوالا وحاجه حلوه وحاجه مزيانه برشا تتشابه شويه البون مش للشرموله الساقسيه اما ذاك الحوت المالح المستير يعني يجي هريسه وزبيب فيها كل الجو هذاك. وعندنا القراطس هذوكم القراطس معروفين بون يشابه شويه لك القرنغزال مي الفارس نتاعهم يتعمل السميد وكاكوي اخف لايت. وعندنا الكعك هذاك فهمتني احلوه برشا زاد مسيري نلقاوه وعندنا زاد المجامع بون المجامع معروفين معناتها في المسير علاش اسم المجامع خاطر كل قبه كعب عظم وتتعمل هي اصلا كل باتسابلي تتعمل لك الكعبه القبه وهي اللي تجمع ما بين العائلات خاصه انا مثلا طيب الجامع نتاعي وخويا طيب وجاري طبعا نمشيو نهزوا صغيراتنا منهم ياخذوا المهبه نتاع العيد نتاعهم ومنهم يعطوهم كعب الجامع ومنهم كذا يعني هي فورمه نتاع جامع وهي تجمعك العائلات وكسيله الرحم حاجه حلوه برشا ومرحبا بك في المسير. نهارين في سما تعدي وفيهم برشا محبه من اهل الجهه وباللمه الحلوه كملت حلقه المستير. مريم بن حسين تبوسكم لسكل نتلقى في حلقه جديده من ريحه البلاد.